بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان
ما بقوم
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه فيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله
ابتغاء وجه ربهم
كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا أو تحل قريبا من دارهم تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم